تحية طيبة إلى السيد وزير التجارة. حبيبي أنت شو مصعد الجام؟ شين الفيلم؟ مو خلية ما مشمول بخلية الأزمة أنت؟ عمي كل إحنا حجرنا رواحدنا بخدمتكم خلية الأزمة، بس نريد ناكل كان شلون بالله؟ طولنا كمية مواد غذائية، الطبق البيت 100,000 دينار، شاهد إذا ما نموت بالكورونا نموت من الجوع. عم الناس دخل محدود، عماله وسايق التاكسي وبالبلديه والفقراء وجماعه الرعايه الاجتماعيه، هاي الناس مين تجيب؟ انتم عن صدق تحجون؟ شو الدول الموبوءه كلها ما شاء الله مواد غذائيه وفلوس بالبطاقه التموينيه، والمعتقلين والسجناء فرغت ما شاء الله عندهم، واحنا شو ما ندري؟ وزاره العدل هم مغلسه، شنو الفيلم؟ مو هاي الناس هم تجمع هذا يعتبره خف تموت الوادي؟ مو تقولون ما قلنا لكم؟ قلنا لكم ماشي، وطوا وزير التجارة أطك البيت كل بطاقة 200,000 دينار عمي، وطوا مواد غذائية زيد المفردات، راح يتمدد الحظر كم مين تجيب العالم ما أدري لي عمي، أطوا ما شهرين ثلاثة اللي قدام خلي الوادم تاكل خبزة، رحمة على واديكم شاركونا الفيديو شو هاي، ما حد مسلط عليهم الأضواء، أدري إحنا قنواتنا شو تسوي؟ ما تقولوا شو تسوي؟ لا حول الله عمي، شاركوا الفيديو رحمة على واديكم، ويد واحدة ما تصفق باعوا إلا دق على راسي يلا صفق، شاركوا الفيديو رحمة على واديكم.